السلام عليكم يا احلى متتبعات. اليوم جيت ما جيتش بدي يا خاوين، جيت وجبت لكم معايا كيكتي المفضله او الكيكه المعتمده اللي عندي، اللي ما كنقدرش نهائيا نهائيا نستغنى عليها، اللي كتجي دائما ناجحه الحمد لله الحمد لله، عمرها ما حشماتني، كتجي رطبه وهشيشه ولذيذه. انا متاكده الا جربتوها ان شاء الله عمركم ما غتبقاو تستغناو عليها بحالي. هادي راه سنين وانا كنديرها، راه كتجي رائعه زوينه بزاف. شوفوا شوفوا لي الرطوبه كيفاش كتجي، كتجي رطبه هشيشه عاليه، كاع المواصفات اللي كتبغيهم في الكيك راها في هاد الكيكه. واهم من هذا راها اقتصاديه ومقادير بسيطه. شوفوا تبارك الله راها بحجم عائلي، شوفوا شحال كبيره وشوفوا لي شحال كتجي عاليه. ونخليكم مع المقادير والوصفه. نبداو بسم الله على بركة الله. خديت هنايا 5 ديال البيضات كبار، غنخدمهم هنايا في المولينكس. غنقول معكم المقادير ونخدمو في نفس الوقت، وغنزيد عليهم بصة ديال المليحة اللي ضرورية في جميع الحلويات. هناخد دابا سنيدة، ناخذ منها كاس ونص من السكر سديدة او السكر الخشن، هذايا كاس ونص صافي، وغنطربهم مزيان حتى يولي اللون ديالهم بيض. صافي ها هو راه ولا فاتح في اللون، وتخدموا داك الزبده عفوا ديك البيض بيض سنيده تخدموا مزيان. صافي دابا غنزيد الزيت، ندير واحد جوج الكيسان ديال الزيت. البيض دائما يكون بحراره ديال المطبخ او حراره الغرفه، هو اي حاجه استعملناها في الكيكه خصها تكون بحراره المطبخ، بحال مثلا دانون او الحليب حتى هو خصو يكون بحراره المطبخ، ما نديروش برد باش تجينا الكيكه زوينه. صافي دابا غنبداو نزيدوه بالزيت بشويه بشويه. نزيدو الكاس الثاني وعاوتاني نخدموهم مزيان. نزيدو هاد يومي فاني، ناخدو جوج العلب ديال يومي فاني. نزيدو صافي ونخلطو مزيان، ونزيدو الفاني نسيتها. الفاني دائما كنخليوه في الاخر ديال الكيك باش كيجي كيبقى المذاق ديالها زوين، ما كيغبرش وسط المقادير. صافي دابا غناخذوا هذا الخليط اللي خلطناه غنديروه في واحد البانيو باش نخدموه. ناخذ واحد الطراب او الفوار ونبقاو نزيدو بشويه بشويه الدقيق. صافي نبداو نزيدو في الدقيق بشويه بشويه، نديرو واحد 3 4 ديال المعالقات ونخلطو مزيان. المهم بالنسبه للكميه ديال الدقيق راه كتهز لينا تقريبا واحد 450 غرام ديال الفورس او الدقيق الابيض. المهم دائما راكو عارفين كتاخدو الدقيق الخاص بالحلويات، كيكون اللون ديالو بيض فاتح.
مهم هذه بعض المعلومات اللي تقدر تعاونكم بالنسبة للبنات اللي ما كيصدقش ليهم الكيك. نزيدو دابا 3 ديال الخمارات. خديت انا هنا ديال الايديال فين 8 غرام. ضروري الخمارة ضروري كنغربلوها باش ما يبقاش في هذوك الكريات اللي كيكونوا في الداخل ويجيو لنا مرين وسط الكيك. صافي ونخلطو مزيان. صافي خديت هنايا مول هذا ديال 13 درهم راه معروف، دهنتو بالزيت وبالزيت اولا زبدة، انا هنا دهنتو غير بالزيت ورشيتو بالدقيق ونضر ندير فيه هاد الخليط ديال الكيك. مهم حاولوا دائما المول ديال الكيكة دهنوه حتى للفوق حتى لهنايا وغبروه بالدقيق حتى لهنايا باش تلقى الكيكة ديالكم فين طلع. صافي دابا غندخلو الفران، الفران اللي بارد ما سخنتوش من قبل، غندخلو يطيب من التحت هو الاول حتى نحس به تعطي الريحه ديالو نحس به طاب تقريبا واحد نص ساعه هكاك. نشعل عليه من التحت تنحس به طاب عاد نشعل عليه من الفوق اولا نهبطو للتحت اولا شوف نتوما على حساب الفران ديالكم واش ديال الغاز ولا ديال الضو، راه كل واحده راه عارفه الفران ديالها كيفاش كطيب فيه الكيك. ها هي الكيكه ديالي من بعد ما ديموليتها، شوفوا كيفاش كتجي، كتجي زوينه بزاف ورطبه وهشيشه. داك دانون اللي درنا فيه هو اللي كيخليها رطبه بهذيك الطريقه. مهم خديت انا هنايا واحد الكلاصاج كانت شات لي واحد الكوموند ديال صابلي، عندي هنا ديال الحامض وهنا ديال الشكلاط. صافي ناخذ هذا الكلاصاج ديال الحامض بسم الله نبداو نزينو به. شفتوا دابا الحال بارد وخا سخنتو راه دغيا بدا كيجمد. مهم نديرو به خطوط هكا، تقدروا تزينوا باي حاجه عندكم. فيها هو رجعت سخنتو بديت كنزين بيه هاد الكلاصاج، راه دغيا كيجمد مع البرد. نحاولو هكا نديرو خطوط ونتوما زينو باش ما بغيتوش تقدرو تدهنوه غير بالطريقة العادية، دهنوه هكا بالعسل وترشو عليه الكوك او اللوز كونكاسي ولا ايفيلي. صافي هكا وخديت هنا لي بيبي دو شوكولا نرش هكا شويه راه كتجي زوينه البنات بزاف غير جربوها وناجحه من اول مره ان شاء الله ديروها تنجح معاكم.
مهم هكا نزين بسيط وصافي. يلا حبيباتي، الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا جيم وابوني وتبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم. دمتم في رعايه الله، والى وصفه قادمه ان شاء الله. بسلامه.